مثلا الاهرام النهارده بيتكلموا في حته ايه؟ في حته ان في مؤشرات بالغاء بطوله الدوري وكاس مصر، هل حد يقدر يتنبأ باللي ممكن يحصل بمصير البطولتين مثلا؟ تحديد بطوله الدوري هي الاهم. بص، هو ما حدش يقدر يقول اذا كان هتستكمل او مش هتستكمل لسبب، لان احنا مش عارفين الموضوع هينتهي امتى. يعني ومن سابق لاوانه ان احنا نتكلم نقول ان احنا نلغي اي نشاط في العالم حتى، مش في مصر كده، مش في مصر بس. يعني انت لحد دلوقتي ما لقيتش مثلا عقار او مصل يقدر يقول ان احنا في خلال شهر مثلا هنقضي على المرض سواء في مصر او في اي دوله. فانت ازاي بناخد اعتبار ان مثلا نلغي الدوري او نلغي بطوله افريقيا او نلغي انما ممكن ناجل، يعني ممكن ناجل، نفضل ناجل لحد ما الامور تتضح. يعني لان حياه المصريين طبعا اهم، او حياه اللعيبه المصريه هي في المقام الاول. اذا كان في تدريبات لبعض الانديه على استيحاء خفيف كده او الكلام ده كله، دلوقتي لكن مفيش خالص، ما كانش فيه. بس بعد ما قررت تاخد، كان في بعض الانديه كانت هتبدا ان هي بعد يومين وبعد كده رجعوا تاني اجلوا على طبعاً. اجلوا الموضوع لحد نهايه مارس، لان زي ما بقول ان الاسبوع دوت هو الاسبوع اللي فيه كل شيء يعتبر. يعني اذا ان شاء الله قدرنا نحد من عدد أسبوع الاصابات، التحكم في المرض، اذا ما كناش هنقدر ازاي ما كناش هنقدر نتصدى لتفشي هذا المرض. فربنا يسر على الايام اللي جايه ان شاء الله. الاحتمالات ممكن تكون ايه في حاله استئناف النشاط؟ يعني احنا ان شاء الله باذن الله الامور مشيت بشكل جيد وايجابي خلال الفتره اللي جايه، في وجهه نظرك ممكن تكون الاحتمالات عباره عن ايه؟ كيفيه استئناف هو لو تم الحد من انتشار المرض في مصر مثلا، او قدرنا ان احنا نسيطر عليه بشكل كامل، اعتقد ان الموضوع هيكمل. يعني ما فيش اي امكانيه تقول ان احنا مش هيكمل، احنا كده كده بنوصل للدوري بتاعنا لحد شهر 10، ما فيش مشكله. يعني بالظبط، احنا متعودين على كده. يعني في الايام العاديه احنا كنا اصلا كده كنا بنلعب لحد شهر 10. كنا بنبدا الموسم الجديد مع الموسم القديم، يعني كنا بنلعب كاس احنا مصر، احنا كده بنأجل من غير كورونا. كنا بنبدا السنه الجديده ولسه كاس مصر ما خلصش او كاس السوبر ما اتلعبش مثلا او الكلام ده. فاحنا كده يعتبر متعودين احنا ممكن نلعب لحد شهر 10 مثلا الدوري بتاعنا او الكلام. لكن انا اتمنى ان الامور تخلص خلال الايام اللي جايه، الحياه ان شاء الله ترجع بشكل طبيعي سواء على المستوى الرياضي او على المستوى الاجتماعي في مصر. موضوع الغاء الدوري سابق لوانه ان احنا نتكلم على القصه دي، او حتى تاجيله لفتره ابعد من اسبوعين، يعني لان موضوع المرض بيتم اكتشافه في خلال 14 يوم. فانت لما بتبدا تحد من الاصابه خلال 14 يوم عموما، او بتبدا تعمل حجر صحي على بعض الناس اللي كانوا متلازمين للمرضى، فكل الامور ديت بتقدر ان انت ازاي تقفل على المرض من كل الجوانب. طب يعني لو تم الغاء بطوله الدوري، يعني نحط أسوأ الاحتمالات، ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه الافضل انه يحصل مثلا؟ هل يعتبر الاهلي بطل للدوري اخر ثلاث فرق؟ لا، هو اعتقد الالغاء معناه ان انت بتلغي كل حاجه طبعا، وبتاخد بالنتائج الموسم الاخير، وبتبدا يعني حتى في بطوله افريقيا هيقول لك الاهلي والزمالك هيلعبوا دوري الابطال، ومصري وبيراميدز هيلعبوا الكونفدراليه. هل في لائحه بتقول كده ولا ما فيش لائحه؟ عندك معلومه لا، احنا عشان مشيناها السنوات اللي فاتت، يعني السنوات اللي فاتت ايام مثلا حادثه بورسعيد، او بعديها حادثه الدفاع الجوي، او لما الدوري اتلغى، فاحنا مشيناها بالاسلوب. فاعتقد ان موضوع الالغاء هو في اللائحه، ان بتعتبر كان البطوله لم تكن يعني. وده اللي هيكون، بس هي المشكله هتبقى في اللي تحت بقى. يعني المشكله يتم التعامل ازاي؟ ما هي دي المشكله. وكمان انت عندك في الممتاز بفضل 5 ماتشات في كل المجموعات. طب 5 ماتشات هيتلعبوا مثلا، يعني فرضا هيتلعبوا، هيصعد 3. طب الثلاثه هتضيفهم على الناس اللي موجوده 18، فانت هترجع تاني اكنك رجعت ل 2011 او 2012 من ساعه ما كنت بتلعب الدوري بمجموعتين. فانت يعتبر انت المفروض داخل على دوري محترفين اللي انت كنت عايز تطبقه السنه اللي جايه. فانت معنى كده ان انت بتاجل كل حاجه، فبترجع من الصفر تاني من اول وجديد. فالامور كلها هتبقى للاسف في حاله الالغاء متلعبكه، مع زياده عدد انديه الدوري لو تم الغاء الموسم السنه دي. ايوه، ما انت طبيعي هتلغي الهبوط. هل ده في صالح البطوله؟ لا طبعا، ما انت احنا لو بقول لحضرتك احنا بنرجع زي ما كنا. ايوه، طب انت ممكن ما تلغيش الهبوط وفي نفس الوقت ما تصعدش فرق، كان الموسم برده لم يكن في الدرجه الثانيه. طب ما انت عندك يعني الدوري اللي في الممتاز به مثلا، يعني انت بنتكلم على الدوري الاول ان هو يتلغي ليه؟ لان انت عندك دور كامل. تمام، دور كامل يعني في 18 مباراه او 17 مباراه لكل فريق. احنا بنتكلم في الممتاز به في 5 ماتشات.
وكده كده الفرقه دي كانت كده كده كانت في غالبا كان الدوري هيخلص قبل رمضان او لو حتى كان هتلعب ماتشات هتلعب بعد ماتشات بعد رمضان، لان الفرقه دي بتلعب الساعه 3 والساعه 4. تمام. فانت معنى كده ان انت مش هيبقى عندك اي داعي ان انت الخمس ماتشات ديت تضيع مجهود فرق كامله في الممتاز به. انما الامور كلها صعبه، اداره الازمه محتاجه دراسه بمعنى